عندها رجولة تيمون رجولة الليف العالي، فراحت عملت ام ار اي فمكتوب لها في الريبورت ان ده بيتويتري ماكرو ادينوم. قالوا طالعين ماكرو ادينوم، طبعا دي طلعت معرفش طلعت زي غلط يعني. لو بصينا هنا مع بعض هتلاقي ليش انا موجود في البيتويتري صح؟ لا مش موجود في البيتويتري، ده طالع على اللاترال وول. طب يا ترى هو طالع من جوه البيتويتري ولا جاي من اللاترال وول؟ انا معرفش، المفروض اسال نفسي انا لو انا البيتويتري ادينوم وبطل مش هتتاثر سيمتري يعني ايه اللي يخليني كده؟ يعني لو جيت ارجع للقوانين بتاعتنا في اي راديولوجي، ايه بي سنتر اوف ذا ليجن؟ المين الستارت بتاعه مين؟ احسه ابتدى كده لاترال صح؟ فبيقول لك دي كانت في ميل وفي اخر الاربعينات وكان عندها بلاكتوريه واتعملها البرولاكتين طلع حوالي 150 واتعمل الكلام ده فاتشخصت على انها ادينوما وابتدت تاخد البرولاكتين بس للاسف الشديد ما اتحسنتش. طيب تعالوا كده نبص مع بعض. ايه رايك؟ هنا في الام ار اي هلاقي لما جينا ندي هنا الكونتراست لقينا في سيجنال فوليوم صح كده؟ ادي الحته طبعا دي الثرومبوس الموجوده وادي الدكتور لسه ماشي في الانوريزم. يبقى انا بتكلم دلوقتي على قصه ثانيه خالص، انوريزم انترنال كاروتيد ارتري. فالمهم قوي لو انت لقيت الليجن على الايب سنتر كده او على الايب سنتر بتاعه لاترال اللي طالع لاترال، فكر في كروت ارت انوريزم، اطلب انجيوغرافي العيان ده، راجع نفسك ايه شويه ما تستعجلش يعني. هنا برضه لو بصيت طبعا هتلاقي التي 1 هنا ترومبوز انوريزم، انوريزم ترومبوز شويه. هنا لو بصيت نفس الكلام في ارياز طبعا الانوريزم في كذا حاجه، تلاقي ليرز كده من ترومبوزس مع شويه بلاد معدي في سيجنال فويد تمام. دي طبعا ليرز حسب الليرز بتاعته يعني ليرز مش كل ده انيوريزم، كل شكل ده كل ده انيوريزم. طبعا ده يعني لو حد دخله بس يعمل له بتويتر يبقى يضاع فيها على طول يعني. يا عمرو مفيش ام ار انجيوغرافي بينه؟ ده ام ار انجيوغرافي ما بيبينهاش؟ هيبين ايه؟ لا ممكن يبينها. طب لو طلبت لو طلبت شايف عندي عينه كده بعتها فعملوا لها انجيوغرافي ام ار انجيوغرافي. هي يعني حتى الحاجات ساعات الاكستندد ديسكفري فعلا عينه كنت عامله دي ال مثلا فما اعرفش ايه اللي طلعهم وايه اللي خلاهم يحكوا الكونتراست اكتشفوا فيه انتير كوميونيكيتنج انوريزم يعني. حتى اقول ده بس لو دخل نعمل دي ال وبايوسي فيلاريكس وحزق حزقتين وحصل له هيموش يبقى ايه الجراح ضياع يعني. معرفش يعني ستر ربنا مصطفى محمود في عيني بيتكلموا ايه ده في عنده انوريزم عايزين نعمل بويننج ومش عارف ايه اللي طلعهم فوق معرفش دلوقتي بس يعني اكستند ديسكفري يعني. لا اصل بيقولوا كويننج بيخف هي تحفه بيحلوا بكويننج. طيب لو ابتدي الخص معاك الفاليو اوف ام جي دي اهوت هنقول كونفرميشن اند اكسكلوجن دايجنوز دي ادينوما مش ادينوما من جوما ولا لا كرين فرنجوما او ايفر الستيج كلاسيفيكيشن ده بتويتر تيومر انا مايكرو ولا ماكرو لها كافيرنس ساينس اكستنشن ولا لا هقدر اعمل كومبليت ريسكشن ولا لا مع العيان الاكستنشن بتاع تيومر طبعا السيرجيكال ابروتش طبعا هقدر اعمله ولا مش هعمله هقدر اشيلها كده ايه كاي ان تي ولا هبعتها لحد ايه زين نيورو سيرجري والفول اب بعد العمليه. طيب السيت سكان مهم ولا لا؟ اتفقنا ليه اوبتس مهمه ليه؟ هشوف الاستراكشرز كلها بتاعت السله والسمول ساينس هشوف السوفت تيشو طبعا كريني فرنجيوما او منجيوما هيبانوا لي احسن في المر اي ولكن السيت سكان طبعا مهم. المودالتي تشويس لو انا هختار فعلا مع بعض هاخد تي 1 كونتراست انهانسمنت البيست اللي مراه يدينا الديفيوجن او تيش كاركترايزيشن شايف ده فلويد شايف ده بلاد شايف ده تيومر ده تيومر فيه شويه هيموج لا ده زي ما شفنا ده سيست اهو والبيتوتري تحت اهو وده راتكس كليفت سيست مثلا بقدر اشوف الفيوز بتاعتي كلها ده بقى من دايناميك انهانسمنت مهم قوي في حاله البيتوتري هقدر اشوف كل الاندوبيكال ديتيلز من اهم بيتوتري انفانديبلر كيازم كافيرنس كافيرنس كاروتيد ارتري بتاعي فاقدر اعمل كاركترايزيشن كويس. هل اطلب ام ار اي او انجيوغرافي؟ ما هوش روتين ولكن لو انت شاك ان ده انوريزم لو شاك ده فاسكولار ليجن ابتدي اطلب ساعتها من الانجيوغرافي بتاعك او الام ار اي. امتى هطلب في عيان عنده ليجن في السله الام ار اي بتاعي؟ اكيد لو في هاي فانكشن فبفكر في ادينوما او رفض كليب او حاجه دايسه على التوتم انجيلا الفانكشن بتاعتها او لو في هايبر فانكشن او لو في بريشر سيمتومز عين رايح بتاع الرمض وعندي بريشر ستيلفرز او لو في هيديك عنيف
ينفعش نعمل ترانسس في نويدا، او بالعكس ان هعمل ترانس كرينيال لو انا كان في الاذن مش هقدر اعملها، انا محتاج ان احولها لمين؟ نيورو سيرجن. طبعا لو مش عايزين اقول حاجه طبعا بعدين، لو الماكرو ادينوما ده هي لها بارا سيلر اكستنشن عنيف جدا، او كاترنا سيلر اكستنشن عنيف جدا، او انترا كرينيال اكستنشن عنيف جدا، يبقى الافضل ان انا ما ادخلش ترانس او السكوب ابروتش بتاعي. كلكم عارفين النيوماتايزيشن اوف ذا سفينويد، ساعات يبقى نون نيوماتايزد مش كده؟ وساعات يحصل نيوماتايزيشن، ساعات يبقى بري سيلر، ادي السيلر اهو وادي البري سيلر نيوماتايزيشن. وساعات يبتدي نيوماتايزيشن يمتد الورق نسميه سيلر نيوماتايزيشن. وساعات يدخل كمان على هنا وسيركلينويد نسميه ساعات كمان بوست سيلر، ساعتهم بيقسموا ثلاث انواع نون نيوماتايز كونكر او بري سيلر او سيلر، او ساعات كمان لو دخل نيوماتايزيشن هنا نوع رابع يسموه بوست سيلر ايه نيوماتايزيشن. طبعا كل ما يبقى نيوماتايز اكتر كل ما اقدر اعمل ترانس ايه سفينويد الابروش بتاعي. لو رام اكتر في الاسم مش مشكله. ايه رايك؟ ادي السيلر، ايه رايك في السفينويد هنا؟ ما حدش يمد ايده عليه خالص، حصلت معانا في البرنامج. لا بيشتغلوا بالكونتراست بالايمجي. مش هينفع ليه؟ اشتغلت حاجه مع محمد السيد مره كان الشيخ كده. انا كنت همشي بقى ليه؟ بقول انستغرام ايمج. طب والله بقول لك ايه؟ اصلا اشتغلت مع عيني يمني. عمل له ايمجي بالسكرين، ما هو هات الشفاطه وصور سكرين صور سكرين صور سكرين. في الاخر اختلفنا، هو عايز يحط هنا ولا يحط هنا؟ قلت له لو حطيت هنا انا همشي، حط هنا. فوافق الحمد لله ما دخلناش هنا. ممكن. بس حصل معانا في الدردشه سيلر سيلر عملناها اسمه ايمجنج، عمل ايمج يعني معايا جاب ايمج. هو كان عارف الاول بقى بقول له انت دخلت في ايه؟ قال لي ان شاء الله ربنا يسهل انت عارف طريقك ومش كويس مغنش. بس كان معاه سكرين يعني انت تحط الشفاطه والسكرين باين مش تنفع كان في بال الشفاطه ما كناش عاملين سيت سكان يعني فعلا ساعتها نخبط 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 مش راضي يفتح وساعتها فعلا اهميه سيت سكان. لا هو انا عمل شيرنج عملنا دريننج وكل حاجه بس قال لك افضل سكرين. بس ايه اللي يفتح السيستم ده؟ هنا لو بصيت ده البري سيلر، ده السويت سيلر تريسكا بتاعتنا، وادي البري سيلر نيوماتايزيشن. طبعا دي برضه ظريفه مفيش مشكله، انت مش مستريح قوي في العمليه، وهنا طبعا محتاج فعلا ايمج رايت ان انت عايز تجيب مكان الحته اللي تفتح عليها، يعني الحته اللي باينه لك صغيره قوي. هنا احسن شويه يعني ابتدت تبقى السيلر نيوماتايزيشن شويه وقعد السيلر فعندك سبيس حلو. دي احسن واحده في العمليه طبعا، دي احسن واحده. اول ما بتفتح السفينويد تلاقي البلج جميل جدا عندك، وسلام كمان لو لها بص سيلر كده نيوماتايزيشن خلاص انت مش محتاج تدور عليها. تشوف هنا هتلاقي داخل كده لو فتح هنا داخل انترا كرينيال، فعمال يحس بالراحه 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 لغايه لما يوصل يبص ويقيس. او طبعا لو معاه ايه طبعا نافيجيتور او ايمج لايت هيبقى افضل بكتير جدا. يعني هنا نفس دي انواع النوتيزيشن مش مشكله. ده الكونتر تايمز اللي شايفين الاكسيال رهيب جدا، السفينويد كله للاسف مقفول. ده انا طبعا هخلي السفينويد مع تيومرز اكتر. هنا بوريك مهم قوي ان انا ابص على النوتيزيشن وابص على الانجل دي. كل ما الانجل دي موجوده وحلوه كده ما هيش اوبتيوز اند كنت بقى اكيوت انجل، طول ما انت هتشوف البلج بتاع السله قدامك واضح جدا جدا وتدخل وتفتح وتشيل وتجمل. وكل ما الانجل صغير كل ما الانجل دي تبقى للاسف اوبتيوز كده هو مش موجود مش هتعرف تعمل ايدنتيفيكيشن. طبعا هنا لازم ابتدي اقيس على السي سكان المسافه او الصح لو انت ايه تجيب الايمج طبعا او انا هلخص بس حاجه في الاخر عشان بس لخصنا. انا لازم اجيب ايدنتيفاي ليجن، هل هو بتويتري، هل هو في ستوك، هل هو في اوضه الكياس، هل هو في الهايبو تالمس. كل مكان هبتدي افكر ان هو الليجن ده عباره عن ايه، هحلل تي 1 وتي 2 والوادي الكونترست بتاعي، هبص على السي سكان، هطلب انجيوجرافي لو انا ايه احتجت العيان، هبتدي انالايز الليجن وابتدي احط ديفرنشال دايجنوز حسب كل منطقه. انا حاولت بس اكون ده بوينت شويه.